تم فتح مكتب معلومات نينوى في الجانب الأيمن من محافظة نينوى، وبحضور السيد وزير الداخلية المحترم والسيد مدير عام الجنسية المحترم والقيادات الأمنية في المحافظة. والغاية من افتتاحية لعودة الحياة في الجانب الأيمن، وهي كمديرية المعلومات معروف عنها تمنح بطاقة السكن للمواطن لمعرفة محل إقامته ولتمشية أموره في المعاملات في دوائرنا الحكومية، وإن شاء الله ماضين في خدمة أهلنا سواء كنا في الجانب الأيمن أو الأيسر من المحافظة. لدينا جدول لمراجعة أخوتنا المواطنين من المحافظة مقسمين احنا كدائرة يوم أيمن ويوم أيسر لأمور تنظيمية لتخفيف الزخم عن كاحل مواطنينا ومنتسبينا، وذلك لقلة الكادر الموجود عندنا، وإن شاء الله في حال فض الزخم سنعود ونلغي الجدول ونرجعها طبيعية مثل ما كانت قبل. يبدأ من الأحد إلى الخميس، فإحنا نقسم مرات نخلي الأيسر مرات الأيمن حسب الجدول. يحضر المراجع بشكل شخصي لأن بها بصمة، يكمل لنا إجراءات أي سكن مختار ومصدق من القيمة المقامية ومستمسكات العائلة، ونمنح استمارة تدقق أمنيا، ثم بعد ذلك إذا إجراءاته كاملة خلال نص ساعة ساعة ينمنح بطاقة السكن كمركز المدينة. يعني ثلاث شغلات مهمة اللي هي تأيي السكن من المختار. مختار والقيمة المقامية وهوية رب الأسرة وهويات أفراد الأسرة وشهادة الجنسية العراقية لرب الأسرة. من بعدها استمارة من حضرتكم؟ نعم، من الدائرة استمارة ينمنح ويدقق أمنيا، ومن ثم ينمنح بطاقة السكن على محل إقامته. آخر كلام يعني للناس اللي مراجعين الدائرة. نعم. نوصي أهلنا يعني المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، كما ونعاهد أهلنا في محافظة نينوى بأننا ماضين في خدمتهم، وهذه ليست منة من عندنا بل هو واجبنا الوطني والمهني والأخلاقي تجاههم، وإن شاء الله سوف تستعيد نينوى عزها ومجدها الذي كانت عليه في الأمس القريب. والله عندي معاملة أنا مال ابني دا أسوي بطاقة السكن زين لأول مرة، والله شفت الإجراءات كل زينة هنايا، وخاصة يعني منقسمينها الأيمن والأيسر زين وعلى المناطق، يعني شيء كل جيد زين. أول مرة جيت رحت على المقامة المقامية على المختار، أول مرة على المقامة المقامية ختموا لي إياها، جيت هنا سحبت استمارة رجعت على الاستخبارات مال منطقتي ختمتها وجيت، يعني اجراءات سهله داخل دائره سهله هسه، يعني ما راح اطول كلها ربع ساعه واروح.